بايبنا في كل مكان. طبعا ركنه تركوازي فرصاصي، شغله كدوم برضو كده وشغله فرق. سفنج كثافات 40 شفت. طبعا بالنسبه للخامات، طبعا بالنسبه لخامه القماش في حوالي اي درجه، اي خامه قماش نازله جديده برضو موجوده عندنا يعني وكده. وانتظرونا وان شاء الله في كل يوم جديد. اللي حابب يستفسر على اي حاجه خالص، لو حابين تستفسروا على اي حاجه رقم التليفون هيظهر وان شاء الله وتابعونا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي ترابيزه برضه على عجل.